السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقول لحضراتكم على مشروب ممتاز جدا ورائع بستخدمه مع العصافير عندي، بيخلي نسبة الانتاج بتبقى عالية، ولو عندك البيض بيبقى قليل هتخلي نسبة البيض تبقى كبيرة كتيرة، وفي نفس الوقت برضه لو البيض رايق هيبقى البيض عمران. طيب قبل ما ابدأ الفيديو هتكلم الاول على تعليق احصل من احد المشاهدين هنا او احد المتابعين للقناة، بيقول لي ان العصفورة عنده ماتت فجأة بدون اي مقدمات. انا كنت مقدم لها قبلها بيوم او بيومين رز وعدس وشوفان. بقول لك هنا خلي بالك ان الشوفان هو السبب، لانك الشوفان بيتقدم بنسب قليلة جدا جدا. خلي بالك ان الشوفان بيتنفش جوه الحويصلة، لان البني ادم العادي لما بياكل الشوفان ده بيشبع، اللي بيخليه بيشبع ويستخدم في التخسيس، ان هم لما بياكلوا الشوفان ده بيدخل جوه المعدة وبيتمدد جوه المعدة بينفش، لانه من الالياف. فهو حصل كده عندك في العصفور لما كان شوفان ممكن بزياده نفش جوه الحويصله عنده، فما قدرش ان هو يتخلص منها فمات. دليل على كده ان هو بيقول ان هو كان بيلاقي ان العصفوره بتقعد تنقر فيه الحويصله بتاعتها، تقعد تلو في رقبتها والحويصله بتاعتها مليانه لغايه ما ماتت. فليه ده؟ من الشوفان. طيب مشروب النهارده احنا هنتكلم عنه ان شاء الله اللي هيزود عندك نسبه التخصيب بالنسبه للذكر، مهم جدا جدا للذكر، لان في فرق بين التخصيب وبين التزاوج يا جماعه. التزاوج ان هتلاقي ان الذكر بيكسر النتايه كل حاجه، ولكن مفيش بيض. ليه؟ التخصيب عنده قليل. التخصيب بقى هنا اللي هو ايه؟ اللي هو نسبه الحيوانات المنويه اللي بتدخل بداخل الانثى، ممكن تكون قليله او ضعيفه. طب انت عايز تزود هنا النسبة عند الذكر وتخلي نسبة التخصيب عالية عند الذكر، وفي نفس الوقت عايز المبايض بتاعت الأنثى تتنشط بسرعة، وفي نفس الوقت تلاقي كمان عنقود البيض بينضج عند النتاية بسرعة بدل ما يتأخر وتقعد النتاية بالشهر وبالشهرين ما بيضتش وبتتأخر في وضع البيض. مشروب ممكن نعمله عندنا في البيت وسهل جدا، بدل ما انت هتحتاج انك انت تروح تشتري فيتامينات وتشتري حاجات تحاول انك انت تنشط بيها العصافير عندك، لا هو ممكن انا اعمله في بيتي وسهل جدا وموجود عندنا في كل بيت. هو الحلبة يا جماعة. الحلبة بجيبها وبعمل فيها ايه؟ بعد ما بغسلها بحط عليها نص معلقة من حبة البركة، وعليها كمان كام حباية من الفلفل الأسود، ويا ريت كمان شعراية من الزنجبيل، بحط عليهم كمان زنجبيل. والخلطة دي كلها بحط عليها كوباية مية سخنة مغلية، يعني كأني بعمل شاي كشري عادي خالص، ما بغليش المخلوط ده. الله أكبر الله أعظم. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نكمل الفيديو. طب أنا عملت الخلطة دي كلها كده، يعني عملتها ليه؟ يعني كشري، يعني كأنك بتعمل شاي كشري، خلطتهم على بعض وحطيت مية سخنة وغطيهم. ليه؟ علشان خاطر الزيوت الطيارة اللي في حبة البركة واللي في الحلبة ما يتروش، وفي نفس الوقت أستفيد بالإيه؟ بالفايدة اللي موجودة جواه. إنما لما هغليهم طبعا الزيوت الطيارة اللي موجودة فيهم إيه؟ هتطير والفايدة هتقل. طيب انا عملت المخلوط دوت، وابدا ان انا اخففه بقى بميه، وعلى لتر يبقى لتر ميه، تمام، احطه في ازازه ميه لغايه ما تبقى لتر، وبعد كده اقسمها على المسائل اللي عندي. طبعا بقدم الكلام ده لمين؟ اي عصافير؟ العصافير اللي انت عايزها تتزاوج مع بعض، يعني ما يكونش في جوه في بيض، ما تكونش النتايه راقده على البيض وتقدم المشروب ده، ما ينفعش. انت كده بتحفز الذكر ان هو عايز يتزاوج مع الانثى ويقومها من على البيض. طيب بعد ما قدمت المشروب دوت بقى، انت عايز تقدم من نفس المشروب والعصافير والنتايه يكون عندها زغليل؟ لا، ممكن تقدم المشروب دوت ولكن تشيل منه ايه بقى؟ الفلفل الاسود والزنجبيل، يعني يبقى الحلبه وحبه البركه بس. الحلبه مع حبه البركه، وتحط عليهم الميه السخنه وتعملهم كانك بتعمل شاي كشري عادي خالص، وتخففهم وتحط تحطهم على المسائي، ده حلو جدا جدا للزغليل ومفيد قوي، مفيد للنتايه ومفيد كمان للايه؟ للزغاليل. طيب بقدم المشروب ده امتى بقى؟ بقدمه لما يكون عندي الازواج اللي عندي عايز اجوزها لبعض، يعني هم لسه ما حصلش بينهم اي تزاوج، فممكن بقدمه مرتين اتنين في الاسبوع. بقدمه مرتين في الاسبوع، بحطه قدامهم المشروب دوت امتى؟
يعني المغربية قبل المغرب ما يدن، بعد المغرب ما أذن، تحط المية دي قدامهم، يكونوا هم على عطش بقالهم قد ساعتين ما شربوش، هيشربوا منه على طول، وهتلاقي الصبح يحصل التزاوج ما بين الذكر والأنثى. المشروب ده بيتقدمه مرتين أسبوعيا لما يكون عندك الأجواز، الزواج اللي عندك لسه عايزهم إن هم يتزوجوا. طب لما بيكون بقى عندك زغاليل، لا بتقدمه ممكن بقى ايه يعني مرتين تلاتة، مفيش أي مشكلة فيه، بالعكس هو مفيد جدا جدا للنتاية، يعني ممكن تقدمه مرتين لتلات أيام في الأسبوع، لأنك أنت بتقدم حلبة وحبة بركة، ده تبقى طبعا مشروب ممتاز للأنثى وكذلك طبعا للذكر. يا رب يكون الفيديو عجب حضراتكم، بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الإشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.